على أنغامي مع عزوفات أوركسترا مديرية الثقافة، وتحت عنوان احتفالية النصر افتتح مهرجان القلعة والوادي وسط حضور رسمي وشعبي في ساحة قلعة الحصن بريف حمص الغربية، والذي تقيمه محافظة حمص ووزارة السياحة والثقافة في منطقة وادي النضارة. اليوم عم تحتفل سوريا بكل أبنائها وأيضا بأبنائها بالوطن والمغتربين العائدين بأعداد كبيرة جدا ليشاركوا أهل بلدهم الاحتفالات بالنصر، احتفالات التهنئة للقائد الأسد، العهد على العمل، العمل خلف قيادته لإعادة البناء والإعمار مثل ما انتصرنا على الإرهاب، إن شاء الله بننتصر بمعركة الإعمار. سوريا هي الحضارة، الثقافة، الفن، السياحة، الأدب. كل مهرجان الهدف منه أنه يجذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص ومن الزوار ومن السياح للمنطقة اللي عم نساوي فيها المهرجان. مثل ما ذكر سيادة الوزير، هالسنة كان المهرجان استثنائي، كان موسم استثنائي بقدوم أعداد كبيرة جدا من المغتربين السوريين اللي موجودين بالخارج، فهي فرصة نحن لحتى نخلي كل المغتربين اللي موجودين، طبعا الهدف نحن كمحافظة حمص نخلي بالمغتربين يزوروا محافظة حمص ويتفرجوا على الفعاليات والأنشطة المتنوعة اللي بدها تكون بهذا المهرجان. في فعاليات تقام لأول مرة هذا العام، في عنا سباق دريفت لأول مرة بهالمنطقة رح يكون موجود بساحة القلعة، بالإضافة لطيران شراعي على مدة أيام، بالإضافة فعاليات مميزة جدا. قدمت مديرية أوركسترا مديرية ثقافة حمص اليوم عمل من 12 قطعة موسيقية بين موسيقى آلية وموسيقى كورالية وغناء فردي في افتتاح مهرجان القلعة والوادي. كان في حوالي 120 موسيقي على المسرح، 80 كورال، 40 شاب و40 صبية، ومعنا 40 عازف. تنوعت الأعمال. مهرجان القلعة والوادي أكيد هو مثالي من أهل الأبد الطاهرة، من الأبد المقدس هاي للعالم كلياته. عنوانه سوريا انتصرت، فرحانين اليوم أكيد كمون كلياتنا كسوريين موجودين بالقلعة، القلعة الأثرية هاي تشهد على حضارة وعراقة سوريا. حتى نرسل تحية محبة لكل السوريين في كل العالم، لهم سوريا بخير. نحن اليوم موجودين بافتتاحية مهرجان القلعة والوادي بمحافظة حمص، والحمد لله الأجواء كتير حلوة والأفراح عامرة بالرغم من كل الظروف اللي مرينا فيها بالبلد، وبفضل انتصارات جيشنا موجودين اليوم باحتفالية النصر. مهرجان القلعة والوادي هو يعني مكان، هلا حاليا نحن عم نعمل مكان للنصر اللي كان بال 2014 لإعادة تحرير هالوادي الجميل، بالإضافة إنه المهرجان هو سياحي اقتصادي بيجلب كل السواح والسوريين حتى المغتربين. المهرجان يمر على مدى 3 أسابيع ويتضمن فعاليات ثقافية ورياضية وفنية متنوعة، ويشكل ملتقا سياحيا هاما يظهر الجانب التاريخي والحضاري لسوريا. الإخبارية السورية وصامد يوم حمص.